قرأ الإمام وفقه الله في هذه الليلة الطيبة الآية المباركة التي هي أفضل آية في كتاب الله عز وجل، آية الكرسي، وكأنما الواحد أول مرة يسمعها لهول وعظم وجلالة ما فيها. وتأمل فقط قول الله عز وجل: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. استفتح الله هذه الآية العظيمة التي هي أعظم آية وأجل آية في كتابه تبارك وتعالى، استفتحها بوصف نفسه وتسمية نفسه بالحي، الحي الذي لا يموت، وكما كان في دعائه صلى الله عليه وسلم في الصحيحين: أنت الحي الذي لا تموت والإنس والجن يموتون. هو سبحانه وتعالى الحي الذي له الحياة الدائمة، الحي الذي لا يموت، فكل من على وجه الأرض وكل من على هذه البسيطة فهو يموت. الحياة صفة عظيمة له تبارك وتعالى، فكل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من الجن والإنس يموت. الطبيب الحاذق يموت، الملك الكبير يموت، الغني يموت، الفقير يموت، الذكي يموت، الشديد البأس، القوي المنعة يموت، وكل أحد يموت. الله عز وجل هو الحي لا إله إلا هو كما ذكر سبحانه وتعالى. ثم سمى نفسه بالاسم الأعظم القيوم: أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت. القيوم سبحانه وتعالى القائم على كل شيء، القائم على كل عموم كل الأشياء هو القائم عليها سبحانه وتعالى. له سبحانه وتعالى القيام، وفي بعض الأحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في دعائه: أنت الحي القيوم، وفي بعضها القائم سبحانه وتعالى. هذين الاسمين الجليلين والوصفين العظيمين كم ينبغي أن يكون لهما من أثر في النفس. ولذا كما تعلمون فإن اسم الله الأعظم في بعض الروايات هو الحي القيوم، قد جاء ذكر الحي القيوم في القرآن في 3 مواضع. وهذا الاسم العظيم الذي يجمع كما قال أهل العلم يجمع كثيرا من الأسماء والصفات في مضمونها ولازمها. الحي له لوازم كثيرة ويتضمن صفات كثيرة، القيوم له لوازم ويتضمن أسماء. القيوم يستلزم ماذا؟ القوة القوي، ويستلزم العزة العزيز، ويستلزم الحكمة الحكيم. فكما قال أهل العلم في الحكمة أن يكون هذا الاسم هو اسم الله الأعظم لما يتضمنه هذان الاسمان من ماذا؟ من الأوصاف والأسماء وما يستلزمهما كمالا لله تبارك وتعالى. فما أجمل كلما ردد المسلم دبر كل صلاة، كما صح عن النبي صلى الله عليه وسلم في مسلم أنه كان يقرأها دبر كل صلاة، وأنه كان يقرأها إذا أراد أن ينام صلى الله عليه وسلم. ما أجمل أن يتأمل وهو يستفتح الحي القيوم سبحانه وتعالى. نسأله وهو الحي القيوم سبحانه أن يرزقنا تدبر كتابه.